زي كفن تبع الموجة. الريحة متسمي علينا ونظافة صنعة دينا. ليلى انظافة عندها ناسها. انظافة عندها ناسها والربح زادة عنده ناسه. انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تربحوا كل يوم وحتى 29 جويلية مليون كاش، مليون من اهداء ليلى. سهل ياسر، كل مرة تقريبا على 7:30 نعطيكم خاصية، أربع خاصيات كل مرة على برودوي ليلى ديتيرجون، ونقول لكم على كل خاصية كانت طلعوها صحيح تربحوا 250 ونحن ندزوا معاكم للآخر باش تربحوا المليون قبل العيد. هكا تحب تفرحكم ليلى. اليوم مع مراسلنا فتحي بوجناح موجودين في ولاية صفاقس. اليوم نحكي ونسألوكم على خاصيات النتويون سول اي سورفاس. ليلى فتحي صباح النور، مرحبا. صباح الفل والاثنين زيان بكل اللي سمعوا فينا في مزيكا فهم. الجو كونكور تاع ليلى برودوي دو نتوي زيان مازال متواصل. احنا على بواب العيد الكبير، تعرف انه ليلى تفرح بينا بالمرأة التونسية، وكيف كيف لي برودوي ليلى موجودة في كل دار علاش، لانه تحبها المرأة التونسية على خاطر الريحة نتاعها والنظافة والكيانة متسمية لكلها على ليلى. النظافة دونك عندها ناسها، واحنا توا يا جيهان موجودين في باب حرب، تحديدا في باب الديوان ورانا وقدامنا قصر بلدية صفاقس. في طبيعة الحال معنا مرأة تونسية من صفاقس تعرف قيمة الدار والنظافة نتاعها، وهون نحاول نتعرفوا عليها أكثر. سمع أختي شكون معنا؟ سلمى الحامي. سلمى الحامي، قداش عمرك أختي؟ 51 سنة. استعمل في الدنيا؟ والله في الدار. في الدار هكذا. دابا ما عندكش خدمة قارة ولا حاجة؟ خدمة قارة. أحوال المصروف والجيب وفي الوقت نتاع توا. والله ظروف على قدها. ظروف على قدها. دوك إن شاء الله إذا كانت تجاوب صحيح نجم نربحك ليلى، تنجم تربحك مليون كاش تاخذوا توا. تاخذوا توا، نفرحوك به توا. أيا للا سلمى صباحك زين. للا احنا نسألوك اليوم يعيشك على نتويون سول اي سورفاس ليلى، مش تعطيني أربع خاصيات على كل خاصية. فتحي حاضر يعطيك بالوقت ال 250 هكاك ندزو معاك للآخر باش تربح المليون. أعطينا الخاصية الأولى مدام. والله منظف. قالت لك ينظف. ينظف شنو؟ ينظف الأرضية بالبداء. أي بي ينظف الأسطح والأرضيات. مبروك عليك ال 250 دينار الأولى. نسهلوا هذا. قاعدين نعطيو فيها فلوس. أوكي قاعد تشوف معني تخلينه فيها أنفلوب، تخلينه سايبين. هذا 250 دينار. باه. الخاصية الثانية لله. الخاصية الثانية تنجمش تقول لي شنو هي الخاصية الثانية؟ الخاصية الثانية إنه يلمع. 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 يزي 250 دينار. 250 دينار. هذه 250 دينار. شوفوها مع زميلنا في التصوير. هذه 250 عندها توا 500. سافا 500 يكفيك ولا تحب تزيد شوية؟ تزيد تزيد. تحب تزيد شوية. احنا على بواب عيد. عندك علوش العيد ولا؟ لا ما عندي. ما عندكش ان شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله. الفلوس هذم ان شاء الله. لا تنجم تفرحها في توا. الخاصية الثالثة اللي كنت تقول لي شنية؟ قلت لي انت ينظف ويلمع، شنو هي الخاصيه الثالثه نتاع ليلى؟ ينحي الاصعب بالبقايا، معناها يقضي على اصعب بالبقايا. برافو. طبعا بنسبه 99. 750 دينار توا عندك يا ليلى، هيا كملها. هذه 750 خذيتهم فلوسك وكوما سايبين. والخاصيه الاخيره بعد ما نستعملوها شنو هي؟ كيفاش تكون الدار؟ ريحته ياسر بنينه. بنينه ريحته ياسر بنينه. و250 دينار اخرى تقريبا زاد بنينه حتى هي. مبروك عليك المليون يا مدام. يعيشك يرحم والديك. عيشك يا لله. مبروك في العيد هذا. تنجم على ابو بيت تفرح بك، واكيد احنا مزيك تفرح بها، وايضا ليلى البرودوي دي نتواي يفرحوا بها. مبروك عليك اختي. مبروك عليها المليون. يعطيك الصحه فتحي بوجناح. تحياتنا ليك واللي سمعوا فينا كل في صفاقس. وباش تزيدوا تعرفوا اكثر على منتوجات ليلى ديتيرجون ديما نقول لكم ادخلوا على الباج فيسبوك ليلى برودوي دي نتواياج وليلى ليسيف اي اسوبليسون. ما تنساوش ليلى انضافه عندها ناسها. الريحه متسمي علينا ونضافه صنعه دينا. ليلى انظافة عندها ناسها.